السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار إن شاء الله نقدموا واحد الحلقة خاصة بعنوان هل يمكن اعتبار سكون الأرانب هو مرض؟ إذا كما كتشوفوا الأقفاص، الفرق ما بين الأقفاص والأرض، الفرق ما بين الأرانب الرومية والأرانب البلدية، كل شيء هذا الشيء ممكن أننا نفسروه بأن مثلا في الأقفاص الأرانب ما كيكونوش حيويين أكثر من كنحطوهم في الأرض، يعني في الأرض كيجريو كيوليو حيويين أكثر، الأرجل ديالهم كتلامس الأرض مباشرة. هذه من جهة. كاين قضية عاوتاني ديال الأرانب الرومية مع البلدية. الأرانب الرومية كتكون شوية كتحرك حيوية، في حين اننا كنشوفوا ملي كنشوفوا شي في الاسواق كتلقى شي مربي حاط شي ارانب كيبيعهم مثلا، كتلقاه حاط الارانب البلديه. هذوك الارانب البلديه كيفاش كتلقاهم دايرين؟ كتلقاهم يعني ما كيتحركوش كاع، يعني غير كيترعدوا واحد كيتنفسوا بواحد بواحد واحد يعني واحد الوتيره، ولكن ما كيتحركوش، ماشي كيبغيو يهربوا مثلا. هذا من جهه. شي واحد جاني في لي كومونتير راني جاوبته، قال لك يعني عنده شي ارانب ما كتحركش، يعني في الاقفاص ولا في الارض ما كتحركش، يعني واش هذا الشيء راه خطر عليهم؟ واش هذا الشيء راه كيتعتبر مرض؟ اسمو التفسير ديالو. انا يعني على حسب يعني يعني التجربه ديالي، الارانب كما كدير لهم الفيتامين كيوليو حيويين اكثر، هذه معروفه، ولكن الناس اللي ما عندهمش المقدوره انهم يديروا الفيتامين يعني كيربيو على قد الحال، كيفاش غادي يتعاملوا مع هاد 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 القضيه هذه؟ منين تشوفوا الارنب ديالكم يعني في الصباح، يعني مثلا في الليل حطيتوا له الاكل، منين تنوضوا في الصباح وتلقاو الاكل ديالو ما نقصش، يعني الكميه اللي حطيتوا له نتوما راكم عارفينها، منين تشوفوه داك الشيء ما تحركش، يعني ما هو ما كلاش والماء ديالو حتى هو باقي هو عرفوا فعلا باللي هناك كاين مرض. اما منين تشوفوه كياكل يعني الاكل ما بقاش في الصباح وحتى الماء كيشرب، يعني هذا الشيء راه طبيعي 100%، ممكن انكم تكملوا معاه، وخا لان كاين الارانب كاين النوع الخجول كاين النوع الشرس، داكشي قدره الهيه، ما يمكنش نقول لكم زعما. كاين فيديوهات هضرت فيهم على 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 الشرس، النوع الشرس ممكن انكم يعني تبقاو تديروا له مساج من الصور ديالو، يعني كاع الارانب اللي كتكون شويه حيويه حاولوا انكم ديروا لها مساج تهضروا معاها، لما لا انكم كما قال لي واحد السيد في واحد الفيديو الله يذكره بخير، قال لك انه كيسميهم، علاش لا؟ هي ماشي عيب ما التسميه ديالهم، يعني منين تشوف مثلا كاليفورني نيوزيلاندي بابيون ماشي تبقى تقول هذا الارنب هذا القنيه، لا ممكن انك تسميهم اسماء عاديه ماشي عيب، يعني بالنسبه للصغار ديالك الوليدات كيبغيو بحال هاد الاشياء هذه، ممكن انك تصغير تسميهم هذا تسميه فلان هذا تسميه فلان ماشي مشكل. القضيه اللي نرجعوا للموضوع ديالنا وهو السكون، منين تشوفوا واحد الارنب ساكن ممكن انكم تخرجوه تحيدوه من القفص، يعني ممكن انه يكون هو بحال اللي مل، ممكن انكم تخرجوه للارض، او كاينه قضيه انكم الاكتضاد، حتى الاكتضاد كيدير لهم كيخليهمش يلعبوا، ممكن انكم الصغار عاوتاني دير لهم واحد القويدسات ديال البلاستيك في وسط القفص انهم يبقاو يدخلوا ويخرجوا منه. شوفوا تبارك الله الذكر هذا راه حيوي، يعني ماشي ما كنعطيه لا فيتامين لا والو، انا ما عطيته لا فيتامين غير الخبز، حتى الاستيكالين ما كنعطيهش، وتبارك الله راه حيوي وراه بدا كيلقح، راه مزيان هذا، راه كبر عندي هذا الذكر هذا، راه بدا كيلقح، يعني لقحت به واحد جوج نتوات تبارك الله راه مزيان. اذا منين تشوفوا الارنب حيوي في الحقيقه راه كيكون اكثر صحه، يعني هذه معروفه، ولكن الناس اللي يعني بغاو يتاكدوا من هذه القضيه هذه، انا الجواب ديالي وهو انكم ملي تشوفوا الماكله كتكال
ايا كان الماكله اللي كتعطيه، مثلا الخبز ولا السيكاليم ولا فصه يابسه ولا اي نوع من الماكله، هو عباره عن كائن حي كياكل كيشرب صافي، ما يهمش الطبيعه ديالو انه شرس ولا خجول ولا خواف كيخاف اكثر من الحد. كاين نتوات اللي الناس يعني بقاو عندهم حتى باعوهم ما كيقبلوش انهم يتلقحوا. المهم هذاك الشيء كما تشوف، داك كل شيء في حق ديال الله سبحانه. نتوما شوفوا ان الماكله كتكال، الماء كيتشرب صافي، راه الارنب طبيعي. هذا هو الجواب ديال والخلاصه ديال هاد الحلقه هذه. اذا كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف. تكيو على زر جيم ساندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.